في المركب الثقافي تاع الحي الحسني، المركب الثقافي اللي سنوات طويله وسكان الحي الحسني تيتسنوا فيه، يعني علاش تختار هذا اليوم من اجل افتتاح هذا المركب؟ الاختيار ديال اليوم من اجل افتتاح المركب حقيقه هو كان موعد، كان موعد من طرف العمده ومن طرف عبد ربي. من اول زياره اللي قمنا بها منذ ما جئنا في هذه الولايه، هذه واحد سنه قمنا بزياره الى هذا المركب انا والسيده العمده وكذلك السيده العامله مشكوره ديال الحي الحسني، وقمنا بزياره ودرسنا الملف ولقينا بانه خصنا شي واحد الوقت، واحد سنه تقريبا، باش نخرجوا الى الوجود. من الناحيه الاداريه كانت فيه مشاكل اداريه، ومن ناحيه كذلك اتمام الاشغال ما كانش مازال منجزه، وبالتالي سطرنا ليه واحد الاجندا ديال سنه، وفعلا العمده ويعني المصالح ديالنا بصفه عامه خدمات عليه باش يخرج في هذا الوقت هذا، وجاء التزامن يعني مع نهايه السنه، ونعتبره بانه انجاز كبير، والاخوان كذلك اللي خدموا انجاز ديال جميع المجالس، كل من يعني قام بوضع بس يعني واحد البصمه وتدخل ومساهمه فنعتبره انجاز ويحسب له، لان هذا للجميع وللساكنه ديال الحي الحسني ولساكنه الدار البيضاء، وبالتالي فالمصلحه ديال المواطن تقتضي بان نكران الذات ونقول بانه مشروع منجز من طرف الجميع. وعلاش شنو الاسباب اللي خلات هذا المشروع يتاخر هذه المده كلها؟ هذا المشروع كما كتعرفوا كان من تاسيس وفكره المرحوم سي محمد كمو رحمه الله بهذه المناسبه، لانه هو اللي كان وضع الحجر الاساسي ليه في البدايه، ومن بعد جاء مجلس المدينه يعني للاسف ما تعطاش حقه انذاك في العنايه والتتبع، وكانت اشكاليه ربما انذاك اداريه، وكانت مع المهندسين اللي كانوا قايمين بهذا المشروع هذا كانت واحد خلاف في قضيه ديال تغيير التصميم، ربما هي اللي كان فيها خلاف وخلات يعني المهندس السابق ما كانش يعني ما لقاش واحد الرضا واحد التجاوب من طرف الجامعات السابقه على مستوى مدينه الدار البيضاء، وبالتالي كان اشكال اداري بالدرجه الاولى معماري، وهذا هو اللي خلاه تعطل كثير، حتى جات العمده اللي خدات على عاتقها يعني الحل ديالو باستشاره طبيعه الحال مع السلطات المحليه وبموافقه ديال جميع السلطات حتى المركزيه، لانه من الناحيه الماليه لازم الموافقه والتاشيره ديال السلطات المحليه وكذلك المستويات المركزيه، وخدات كانت لها جراه في اتخاذ هذا القرار وخلصات هاد المهندسين، وقامت يعني بتحيين الملف بشكل جديد على مستوى الوكاله الحضريه على مستوى الجامعه الدار البيضاء، والوثائق التعميريه كلها تحينات وكلها خرجت الى الوجود بشكل قانوني وبشكل يعني اللي هو كان خصو يكون شحال هادي. البعض تيقول ان المكان اللي توجد فيه دابا المركب الثقافي تاع الحي الحسني ما غاديش يساعد مجموعه من الشباب تاع الحسني باش يجيو على البعد المسافه وكذا، واش تتفق مع هذا الراي ولا كيفاش غديروا انتم باش تطوروا وتجيبوا الناس لهذا المركب الثقافي؟ اظن بانه الان المركب اللي بغينا نعرفوا فين جا في الطريق الجديده اللي هو طريق رئيسيه يعني جميع المواصلات كتوصل لها، وبالتالي الحي الحسني الان ما بعيدش منا بزاف، واظن بانه الناس الموهوسين بالثقافه وبالمسرح والموهوسين يعني بالفن والموهوسين بالفكر ربما ما لا يهون عليهم يعني ربع ساعه او لا خمسه دقائق او 10 دقائق ديال البعد.